بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الوقفة أؤكد على قضية، وهي أيتها المرأة أيتها الأم، لا تنسي نفسك في خضم هذا البيت. أنت إنسان، والإنسان عنده احتياجات، والاحتياجات فطرية، لا فيها عيب ولا فيها خجل ولا فيها حرام. فأنت امرأة تحتاجين الحب والعطف والحنان والتقدير والدعم من الزوج ومن الأبناء، وهذه الأمور أمر مشروع لك وينبغي أن تحصلي عليه. ولهذا تقول لا تنسي نفسك في خضم هذا البيت، فاهتمي بشياكتك، اهتمي بتجهزك واستعدادك لزوجك، نظمي وقتك بحيث أنه وقت الأسرة أو الأبناء إلى وقت معين، والوقت الثاني يكون للزوج. وعندما يعني تكونين مع زوجك، اعلمي أن الله جل وعلا يرضى منك ذلك، واستجابتك لطلباته أو تلبية احتياجاتك الفطرية هي أمر تثابين عليه ويرضى عنه الله جل وعلا، وهو سبيل إلى استقرارك الأسري. فليس فيه خجل وليس فيه انتقاص من قيمتك، بالعكس هو من جزء كمالنا البشري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها وصرح أن أحب الناس إليه عائشة، وأنه صلى الله عليه وسلم زين إليه وحبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينه في الصلاة. وذكرت عائشة رضي الله عنها من المواقف والأحداث التي كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كامرأة وكفتاة وكزوجة، حتى مزاحهم بالماء أو غير ذلك من الأمور التي وردت. إذن في هذه الوقفة أقول لك أبدا كوني متوازنة، نظمي وقتك، واجعلي لهذا الزوج وقتا كبيرا وعظيما حتى يرضى، فإنه إن رضي رضي الله جل وعلا، وإن خضعت له رفعك الله سبحانه وتعالى، وإن بررتيه فإن الله جل وعلا سوف يكتب لك السعادة.